بتعمل ايه يا اخي؟ ايه باقي سلعاتك؟ في حد عاوز مني حاجه؟ ابدا، انت حر، اتها زي ما انت عاوز، محدش ليه عندك حاجه ابدا. بس وعد الله اغلط الاغلط نوعد موعد. ليلتك سعيده سعيده مبارك. انت بتعمل ايه؟ بقيس العتبه بشوفها كم متر. وبتقيسها ليه؟ انت هتشتريها؟ ما اشتريتها خلاص. يا مثبت العدل، وافرض انك انت اشتريتها، تقوم توسخها بالكيفيه دي؟ انا حر في ملكي، اعمل معروف حل عني، خليني اشوف شغلي. بقى سكت عليك من الصبح ومطول بقى، تقوم تقل ادبك على دي. وبعدين بقي معلش هنشتغل في ليلتنا السودة دي. تشتغل؟ طب انا هخليك تشتغل، انجر معايا على الجسم. طب اتلم واسكت احسن، عزلك انت والجسم بتاعك من هنا. يا مطبط العدل، انت شارب حاجة يا جدع انت؟ لا ما تغلطش، انا حافظ مقامي معاك فلازم تحفظ مقامك معايا. للمختصر مفيد، يا تلم الطب ده تعني يا اما وديك الجسم. جسم؟ اصحى، انا لو دخلت الجسم هتبقى وجعتك مهببني. لازم تفهم ان الميدان ده كله ملكاني، فاهم ولا لا؟ يا مطبط العدل نهايته. لنفرض ان انا مجنون وانت عادي، والميدان ده كله بتاعك وملكك، يصح تجيس وتوسخه بالشكل دي ولا تجيب مصاصه من مصلحه المساحي؟ بيبي عندك حظ. الحمد لله، لم بقى الطول من جهه المه حلمه، انما انا صاحب الميدان. ها سمعا وطاعا، لم بقى وفرجني سالم. يا مثبت العدل، فين الفلوس؟ فلوس ايه؟ الفلوس اللي عليك. انا على لك فلوس؟ لا حول الله. الايجار انت هتنصبه. ايجار ايه؟ اوعى بلاش عطله. اصلي اخيني، وحياه والدك تشوف له وابور علشان يوصلني لحد البلد. بلاش تخريف يا جدع انت. بقى كده لا انتوا عاوزين تدفعوا الفلوس بتاعت المصاف، ولا عاوزين تدوني وابور علشان اسافر به البلد. طيب انا هوريكوا شغلكم. والله لنا جايب لكم واحد محامي عشان يرفع عليكم قضيه واشوف شغلها مع المطافيوف. اهلا ست موني. ست عديله هنا؟ لا خرجت. ومبروك. خرج راخر. وحماده كمان مش موجود؟ لا موجود. فين؟ في اوضته؟ لا في الصالون بيتغدى. طب متشكر. العفو يا ست موني. بونجور يا حماده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حماد. فن. انت لسه زعلان مني؟ انت اللي سبتيني، انت اللي بعت الحب الطاهر علشان تشتري المجد الزائف. كنت غلطانة، انا دلوقتي محتاجة لك. انا وقعت في مشكلة كبيرة. وقعتي منين؟ من سلم المجد؟ يا ريتني ما طلعته. مفيش حلاوة من غير نار. دي مش نار، دي جهنم. أنا هروح جهنم يا حمادة. جهنم ممكن تبقى جنة مع واحد بتحبيه. ويوسف شاب وغني وحلو ونصاب. نصاب؟ أيوه، وصلني للمجد اللي كنت بحلم بيه، حقق لي كل آمالي، وبعدين طلب مني الثمن. مش عاوز أسمع. الثمن اللي طلبه مني كان غالي أوي. قلت لك مش عاوز أسمع.
الحكايه مش زي ما انت فاهم. كل اللي طلبوا مني اني اقوم له بخدمه. وقمت بيها؟ ايوه نصبت. يا نهارك اسود، نصبت على مين؟ على واحد جواهرجي، كنت عايزه ارد الجميل ليوسف. تهيألي وقتها ان النصب ده حداقه وشطاره، لكن دلوقتي ضميري بيأنبني. طب وهتعملي ايه؟ هتخلصي من المصيبه دي ازاي؟ ما انا جايه اسالك، بس المهم نلحق عديله ومبروك قبل ما يدفعوا بقيه الفلوس. هو نصب عليهم وهم رافضين؟ ايوه، باع لهم العتبه الخضر. يخرب بيته. ملكيني يا افتتي. يو لا حول الله يا رجالي، يا جناب المعمور، احنا بنشيل اليافطه القديمه بتاعه العتبه الخضر وبنحط اليافطه الجديده بتاعتنا. فيها حاجه دي؟ وايه المناسبه بتشيل اليافطه القديمه دي؟ مش عجباني. ومين عديله دي؟ شركتي. شركتك في ايه؟ في الميدان. ميدان ايه؟ عديله. وعلى فكره الشركه كلفتني اجل سيادتك اقول لك ان كل اخر شهر تدفع لنا الأجرة باسم عديلي. شين ميم ميم يعني إش إم إم. إيجار إيه؟ إيجار الجسم. اسم؟ ليه؟ أنتوا اشتريتوا الاسم؟ نحن اشترينا الميدان كله بما فيه الجسم والمطافي والبريد والبسطي وميدان لبرا وكازينو لبرا ولبرا. وتصور خدنا فوق البيعة إيه؟ أبو إصبع. لو الترميات والاتوبيسات والعربيات. لا 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 لا، الترميات والاتوبيسات هناخد عليها يا دوبك رسم مرور. انت فاكرني عبيط؟ لا لا، الترمعي. اتفضل. يعني افهم من كلامك انكم كونتوا شركه واشتريتوا الميدان كله؟ تمام كده. ودفعتوا كتير في الدعايه دي؟ والله الراجل اللي باعها لنا اكرمنا فيها كتير قوي. برافو. بعالكم كام؟ والله ده سر ما اقدرش اقول لك عليه، وبالمناسبة دي عاوز اقول لسيادتك كلمة. ممكن؟ اتفضل. عدم اللامؤاخذة، كنت عاوز اطلع على المحاضر والمخالفات عشان اعرف نصيبي قد ايه. باعتبارك ايه؟ باعتباري صاحب الملك وحضرتك المستأجر. ليه؟ انت مش مأجر لنا الاسم من بابه؟ لا، ما اتفقناش مع صاحب الملك القديم على كده. يبقى لازم تعمل معانا عقد جديد. عليك نور، قد انت فهمت مرامي، بس عاوزك تعمل لي محضر مخالفي انما تنجرسولي حبتين. ضد مين؟ ضد المطاف اللي جاركو. عملوا ايه الاخرين؟ يا اخويا قاعدين مبلطجين على دفع الاجر واخدين راحتهم على الاخر. لا لا، مالهمش حق. وبعت لهم انذار؟ يو مش لما اثبت حاجه عندك الاول. مين اللي باع لك العدد؟ واحد اسمه يوسف. يوسف ايه؟ يوسف افندي. يعني ما تقدرش تدلنا على النصاب ده؟ يا نهار اسود، هو نصب علي. صح النوم. يا وضعتك السود يا مبروك، فينك يا عديلة تصوت معايا وساكتين ليه؟ ما تمسكوه، ما تحبسوه، ما تشنقوه. بس هدي نفسك، احنا صحيح هنمسكه وهنحبسه، بس لازم اجيب لك فلوسك اولا. 6000 جنيه. اقعد مبروك. فلوسي فلوسي فلوسي. شوف يا سيد مبروك، فلوسي. الكلام اللي هقوله لك ده لازم تنفذه بالحرف الواحد. فلوسي. ما
بس اوعى تجيب سيره لاي حد، فاهم؟ اقعد ساكت. فلوسي روح على مهلك، روح